يبقى في راحة في انتظار العساكر وفي انتظار تمرد الجيش هنا بملعب فاس مع وجود القبلي والفتيح القادم نادي الفتح الرباطي. إذن القبلي كالعادة صاحب الاختصاص، هذا هو شمس الدين الشطيبي الجيش، هذا هو شمس الدين الشطيبي الجيش محمد أمين قبلي في تنفيذ هذه المخالفة. دائما تمريراته دقيقة ودائما تمريراته تزعج المنافسين، وهنا ممكن أن تكون خطيرة ما دام قبلي موجود. يرفع كرة وتدخل المراني، الفاتحي الفاتحي يمنح الهدف الأول لمصلحة الجيش الملكي بطريقة اللاعبين الكبار، هو الأروع الفاتحي.